خير الخطائين التوابون. معنى ايه الكلام ده يا اخوانا؟ هل معناه ان كل انسان نسيبه كده يغلط عمال على بطال؟ الكلام ده معناه ان كل انسان فينا ممكن يغلط ويكثر من الخطأ خطأ، بس يغلط ويتمادى في خطأه، ما يتوبش، ما يرجعش، لا يتوب. فالتائب من الذنب كمن سيد نوح، رؤوف، رؤوف، اصحى اصحى. ايه انت مش قلت لنا رايح شويه وبعدين؟ ما انت نايم بقالك مده. انا عايز اقولك على حاجه مهمه. قوم. ايه حاجتي؟ ايه سيدنا واستقر المركب اللي في مذكرات مريم، يعني سيدنا نوح، بتهيألي ده اللي كانت تقصده مريم. هايل 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 هايل. ننام بقى وبعدين ننام. ايه احنا لازم نروح للسيد دلوقتي. نام ساعة، نام ساعة واحدة وبعدين نصحى نروح بقى زي ما مفيش صحيات. انت هتبلغ.